نفسك؟ اسمي وفاء نجيب، من سكان الغوطة الجنوبية جنوب دمشق. حاليا انا هلا صلي التهجير 5 شهور. حاليا هلا انا بضيعة اسمها الاسطل تابعة لعزاز ريف حلب. طيب انت منطقة سابقة عند النظام؟ تمام. انا كيف اعتقلتي وشلون المدة وشلون هلا يعني تم اعتقالي بتاريخ، طبعا كنت عزابية، كنت عازب غير متزوجة، كان عمري 19 سنة. كان تاريخ تم اعتقالي ب 2012 28/8. ايه 2012 28/8. طبعا هذا التاريخ انا ممكن انساه ابدا بحياتي لانه مثل ما له تاثير كبير. هون تم الوقوف عن الحريه طبعا يعني. فانا بكون طالعه من منطقه يعني محرره للشراء بعض الحوائج، فعندها حاجز امني طبعا. بيتم استنفار عساكر وتوقيف السيارة اللي أنا فيها مع شوفور. طبعاً أنا هون اللحظة يعني كتير انهرت، يعني ما بعرف شو الشيء اللي صار، يعني شو الحدث وليش. بيتم تحويلنا بهداك المخفر، بيسألوني عن السيرة الذاتية وبيطلبوا الهوية الشخصية بالتاكسي. أنا ماني حاملة هوية شخصية، فهي أول نقطة كانت بتجذبهم إنه أنا إرهابية طالما إنه أنا ما معي هوية. هي أول شأن. الشأن الثاني بيتم الأسئلة عن السيرة الذاتية، إنه اسم الوالد اسم، فأنا على اسم والدي أخذوني. خي أنا عندي أخ معتقل، اعتقلوه قبلي تقريبا ب5 شهور، هو بشهر الثالث أنا بشهر الثامن. هي السبب الثاني، السبب هذا اللي أنا عرفته بهي اللحظة يعني. مثل كأنه ورقة رابحة بإيدهم إنه ممكن يعتقلوني مشان الوالد يسلم حاله. هاي النقطة اللي أنا توضحت لي. طبعاً هناك لما دخلنا نحن على كلاتنا بنعرف شو يعني الأفرع الأمنية اللي تابعة للنظام المجرم. طبعاً كنت مطمشة. الشعور هناك ما ممكن أقدر أوصفه حالياً. بس أنا جردت من كل الأحاسيس والمشاعر بهذيك اللحظة إنه ماتت. لا لما بتجي بتشوف واحد إنسان مثلك إنه هو عم يعاملك كعبيد عنده، فأنت ما لك قادر تدافع عن نفسك حتى، يعني ما في مجال للدافع عن حالك. فشو ممكن يكون وضعك يعني؟ طبعاً بيتم تحويلي من هذا الفرع، من فرع 224، بعد ما كتب المحقق أنا مؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، بنطلب من 227. بس أنا الشيء اللي شفته بالفرع حالياً، بهذا الفرع اللي شفته أنا، إنه كان في عدد كبير من الشباب كلهم مدربين طبعاً مشبحين، يعني مضروبين من قبل النظام. الأسباب هي كان في مظاهرات سلمية عن أغلب يعني، فما كان يعني إنه ما كان بيستاهلوا كل هالضرب والتعذيب بالنسبة لي يعني. فأنا شفت هدول فصرت أفكر إنه أنا شو لسه بدي يصير فيني إذا مجرد مظاهرة. فكان هذا مطمش وكلبش وعم يتشبح والدم مثل ما بيقولوا ملي الأرض يعني. فشو راح يكون مصيري إنه أنا تهمتي قتل ضابط وخطف؟ فكنت دايما عم فكر سلبية تجاه النظام، وصرت ما بقى أفكر بأهلي ولا صرت أنا بس بدي أفكر شو بدي أحكي بالتحقيق يعني. الشيء الثاني بيطلبوا التفتيش، تفتيش المرأة. هلا تفتيش المرأة كثير حقير بالنسبة لي، كان هي ثاني خطوة سلبية أنا يعني مو بس بتحطم، يعني تمنيت الأرض لو أنها تنشأ ولا عيش هذيك اللحظة. كانت سجانة من السجينات يعني من المعتقلين هي اللي قامت بتفتيشي بهذيك اللحظة، إنه ما كان في الشرطية تفتش. طبعا أنا هون بدخل على المنفري على الزنزانة، الزنزانة عبارة عن 6 بلاطات. هاي وضع الزنزانات كلها حد بعض، شباب وبنات مع بعض، زنزانة شباب وزنزانة بنات، وكلاتنا يعني عبارة عن العتمة. العتمة يعني ما بتشوف غير بسيط من الضوء. يعني أنا لما طلعت وشفت حالي يعني مراية بعد 65 يوم تقريبا أفرع أمنية ومخفر وقضاء، 75 يوم أنا ما بعرف شو ملامح وجهي. لما رحت على عدرا أول خطوة أنا يعني عدرا بالنسبة لي متت فيها. أنا ضليت شهر ما تأقلمت على البنات، مع أن البنات معروفات يعني ما شاء الله قمة بالأخلاق، اللي هن ما شاء الله عليهم من أسماء الفراج، وكلاتنا بنعرف من أسماء الفراج، ناشطة على مستوى سياسي عالمي، ميسون اللباد كذلك الأمر. كان في عنا كمان ما شاء الله عليه طل الملوحي، اللي أنا هي البنت كتير تعلقت فيها وبتمنى هلأ رب العالمين يفك أسرعا، وأنه نحن نقدر نعمل شيء لهي البنت والبنات البقيانين. بس هي الأولى، هي الأولى لأنه هي اعتقلت قبلنا وطالبت بحقوقنا قبل ما نحن نطالب فيها. كان عندها الجرأة والقوة. وأنا كتير بصراحة بعد سنة من لقائي من البنات اللي تعرفت عليهم
بيخلوا سبيل اربع بنات كان فيها مبادره كان هن اعدام. انا كنت دائما اكتب، انا كان عندي هوايه الكتابه، كان كل يوم حتى انا انسى، انا ما تعايشت مع السجن بيوم واحد، بقيت شهر او شهرين انا عم ابكي. بعدين استنتجت البكي ما منه فايده، فصرت انا عملت مخيله لوحدي رغم العذاب والمعاناة، فصرت انا اقول انه انا بدي اكتب مسلسل انا عشت بهاي، يعني لحتى اتناسى العذاب اللي انا عايشته. كل يجيون زياره، تتخيل انت مثلك مثل اي سجين، بس انا ما كان حدا يزورني، انا كنت مقطوعه لولا رفقاتي من طل واسماء ومنال ناصيف والبنات اللي انا حبيتهم من رويدا، رويدا كنعان، ياسمين بنشي، منى رجب، فاتن رجب، وامل الصالح، وهنادي الحسين. يعني في كثير بنات ما شاء الله عليهم انا حبيت السجن لاجلي، يعني ونحن كنا معانات وحده. مره نحن توحدنا على اساس انا عم بفتح الخبز، اي احدى المشاهد بعدره، فبنتون قاعدين عم ناكل بحس انه فيه صراصير الخبز، فانا كثير هيك انجنيت. يعني هذا الحكي بعد سنه اعتقال، يعني مثل كانه قويت، فبقول